وصل بينا الأمر في ظل هذا النظام، نظام كامب ديفيد، من الوقاحة بحيث أنه يتم التحريض المباشر على المقاومة في غزة، بل وتحريض الجيش للتدخل إلى جانب إسرائيل ضد غزة. لو كان هناك نظام في مصر يقول ذلك، هذا النظام يجب أن يحاكم اللي بيدعو لحرب إلى جانب إسرائيل على غزة. علينا وعلى القوى السياسية والثورية أن تتصدى للتحريض الذي يمارس في وسائل الإعلام الحكومية والخاصة وفي الصحافة الحكومية والخاصة ضد الشعب العربي الفلسطيني وضد المقاومة الفلسطينية. النقطة الثانية،